ولو تعليقا للحوثيين على تصريح أسير سعودي بشأن معاملتهم له في صنعاء وينتقدون الشرعية. تفاصيل عاجلة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. ولا ينقصني إلا مقابلتكم. والأسر يا أخوان يختلف عن السجن. أنت عند عدو ولكن السجن فيه تهديد إصلاح للنفس، لكن السجن يختلف. حتى لو كان، وهذا ما حصل 100%، وأنا أكدها لكم، إن حصلنا رجال قبائل يتعاملون معك بقبيلة، برجولة، بمبادئ دينية ودنيوية. إني لم أؤسر، وهذه أهم حاجة، والله العظيم إني لم أؤسر إلا ويدي فوق يديهم. علق القيادي بجماعة الحوثيين حسين العزي على تصريح أسير سعودي بشأن معاملتهم له في صنعاء، وقال العزي: يجهل الملتزق أدب الفروسية ويفتقرون لأخلاق المقاتل الشجاع. وأضاف: نريد خصوما أبطالا من طراز الأسير السعودي حسين الحارثي الذي قتلنا بشجاعة وشرف وأعاد للأذهان صورة الأوائل من فرسان العرب. وتحدث الأسير حسين بن علي الحارثي الذي وصل السعودية عقب 7 سنوات قضاها بصنعاء بالقول: لقد وجدنا في صنعاء رجالا يتعاملون معك بقبلية واحترام وحسن تعامل، برجولة وبمبادئ دينية ودنيوية، ولقد حافظوا على عزتي وكرامتي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.